استؤنفت الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس بعد تعليقها لأكثر من 7 أشهر من جراء الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. قالت شركة مودرنا إن لقاحها للوقاية من كوفيد-19 فعال بنسبة 94.5% بناء على بيانات مؤقتة من تجربة سريرية في مرحلة متأخرة، لتصبح مودرنا بذلك ثاني شركة أدوية أمريكية تعلن عن نتائج تتجاوز التوقعات بكثير خلال أسبوع.